العصير ممن يتخذوه خمر. راح يشتري من عندك من البلد من الغير من الأرض العنب وهو صاحب خمارة، أو راح يشتري العنب بالتجارة. قال إن قصد التجارة لا يحرم، إن قصد إيه؟ التجارة لا يحرم. وذلك ما تيجي تتواضع معانا هنا عشان يمكن يعني نسير الصحابة ولا حاجة. بتدرس فين بقى ولا بتشتغل ايه؟ لا بحكم جايين زيارة، احنا مهندسين اهلا وسهلا يا عم. طيب ماسكين كمبيوتر مش يعني مستعين بيكم في حاجة؟ اهلا وسهلا. جايين زيارة ولا تسمعوا علم ولا ايه؟ جايين زيارة بس زوروا الجامعة. من اي البلاد؟ جايين زيارة للجامعة الأزهر. انتوا من القاهرة؟ منين بالقاهرة؟ مصر الجديدة. والله أول مرة. منين في مصر الجديدة؟ مشيت البكري. كان هناك في مشيت البكري الشيخ القيع الله يرحمه، كان ساكن هناك في مشيت البكري شارع المقريزي. معانا انت اقعد شويه كده، ما عجبكش انا ماشي. فهنا رجل يبيع العنب، قال ان بعت العنب لواحد يقصد به التجاره حمد، لكن إن بعت العنب ممن يتخذوه خمرا هنا خلاف. يعني أنت بعت العنب لواحد وقامت عندك الدلائل، هو بتاع خمارة في آخر الشارع وأنت عارف بتاع خمارة، أو جاي لك بيتطوح، فعندك القرار والدلائل أن هذا الرجل يشتري العنب ليتخذه خمرا، حكم البيع إيه؟ قال اختلفوا في من يعتقد من امره انه يتخذه خمرا، او شكت فيه انه يتخذه خمرا، هل يجوز بيع العنب ولا لا؟ فقال ابو حنيفه يجوز البيع والبيع صحيح. قالوا له ده الرجل هياخد يعمله خمرة. قال البيع جائز وصحيح. ده مين؟ ده الإمام أبو حنيفة. ليه؟ إيه حجته؟ قال لأن البيع الأصل فيه الجواز. فالإمام استصحب الأصل. الأصل إيه؟ البيع أصله الجواز. مش كده؟ والعصير يصلح لأشياء كثيرة. أنت تعصر العصير يصلح أن يكون خمر، يصلح أن أنت تعصر العنب وتشربه قبل ما يتخمر. العصر يصلح لأشياء إيه؟ كثيرة، كلها جائزة شرع. فيكون الفساد راجع إلى اختياره هو، هو اللي عايز يحول العنب مشتري قاصد يحوله الخمر. فلا تتعلق المعصية بعينه، بعين البيع، بل تتعلق المعصية بغيره بقصد العاصي. ايه اللي تعلمه في الحتة دي؟ تعلمه يا أستاذنا ان الجماعات الإرهابية دي اللي بتفتي الناس حلال وحرام كده وقاعد، شوف الفقهاء كيف يفكرون وكيف يستفيدون. أنت اسأل أي واحد من هؤلاء ما بيع العصير أو ما بيع العنب لمن يعصرونه حرام. ويبدأ يخطب الجمعة، نهى رسول الله عن كل مسكر ومفتر وما أسكر قليل فجر. إنما شوف الفقهاء دول كيف يتأملون المسألة. هبيع العصير لمن يتخذه خمرا، أبو حنيفة قال البيع جائز وصحيح. ليه؟ قال أولا عندي دليلين، الأصل في البيع الجواز، والتخمير يرجع للقصد العاصر مش يرجع للبيع، يبقى هو يتحمل الوزر بقصده هو. نمال شو علاقة ده بالبيع؟ ده مين ده؟ محل القول الثاني للصاحبين،
أبو يوسف ومحمد من تلامذة أبي حنيفة. قالوا البيع وإن صح فهو مكروه. برضو البيع إيه؟ صحيح بس مكروه. ليه؟ قال وبه قال الصاحبان والشافعي في قبر. صاحبين والشافعي في قبر قالوا البيع صحيح لكن مكروه. دينا دينا لا تتعجل يا اخي. القول الثالث البيع باطل، وده مذهب الحنابلة. يبقى انت لما تكون حنفي تقول على المذهب في خلاف، لكن فيك عند الخلاف عند الحنفية البيع صحيح، لكن الصاحب يقول صحيح بس مكروه، والإمام يقول صحيح وجائز ولا كراهة فيه. واضح يا أستاذ؟ ولا مش واضح؟ تمام؟ القول الثالث البيع باطل، وهذا مذهب الحنابلة. لأن أو دي خلاص يعني يكفي. نروح للمسألة بتاعت مولانا. قال وأما بيع السلاح، انت بتبيع سلاح في وقت الفتنه، في عيلتين في البلد عمالين يقتلوا بعض وبيشتروا كل يوم، فانت تروح نازل تشتري السكاكين والكزلك والخناجر واللي وتملى المحل وتبيع، المعركه شغاله في فتنه او في حاله الحرب، في عدو دخل بلدنا بيحاربنا وانت عمال تبيع السلاح وتقويه، ما حكم هذا البيع؟ أو أنت شايف إن واحد دخل عند المحل وأنا ببيع سكاكين وهو جاري في المحل جنبي ومتخانق مع جاره اللي بعده وداخل عندي غاضب قال والله لا أقتله، كم السكينة دي؟ وأنت عارف إن هياخد منك السكينة يروح يقتل بيها جاره أو يعوره، تبيع له ولا ما تبيعلوش؟ دي نظر فيها الفقهاء. قالوا أما بيع السلاح فيحرم في الفتنة. شفت عيلتين بيقتتلوا ما تبيعش السلاح. وفي اهل الحرب ولقطاع الطرق، جماعه بيشتروا السلاح يقطعون على خلق الله، وقياسا على هذا بيشتري السلاح بقى والمتفجرات عشان نحدث قلاقل في البلد واضطرابات والى اخره. قال واما بيع السلاح فيحرم في الفتنه ولأهل الحرب ولقطاع الطريق وكذا ما كان في معنى الإجارة، حتى ما تأجرلوش. علة ذلك إيه؟ السد الذريع عشان تضرق الفتنة، عشان إيه؟ تضرق الفتنة. احفظ القاعدتين دولت وحطوهم إيه في دماغك واقفل عليك. ده بالنسبة لطلبة الشريعة. بالنسبة لطلبة الكمبيوتر استمع كده بمزاج رايق. يجيبكم شيء؟ الله يبارك. الله يبارك. صحيح؟ احنا في نعز العزومه. الله وماشيين بس انا الكلام عجبني. الله يخليك، انا سعيد بمعرفتك، انا ساكن في مصر الجديده. ربنا يخليك. تفضلوا انت على المستأذن. اسمع بس حاضر اسمع. احفظ القاعدتين دول يا ابويا. ألف كل ما قامت المعصية بعينه فإنه يحرم بيعه. فالسلاح قامت المعصية بعينه. وكل بيع يا عم أنت أبو حنيفة ده هو المذهب. مثلا يقول السلاح الخاص. حاضر أما تقابل أما تقابل الإمام قول أنا طب هو بس احفظ القاعدين دول وبعدين نشوف. عايز أعرف رأي حضرتك. فكل ما قامت المعصية بعينه فإنه يحرم بيعه، وكل بيع قصد به الحرام فهو حرام. ماشي؟ أنت بقى في أصول الدين في الحديث؟ سؤاله ده يا مولانا غلط. إيه؟ ما أنتوا بتوع الحديث دول فاكرين كده ترجيح وخلاص.
احنا جميعا من اول مفتي الجمهوريه وشيخ الازهر لغايتي مقلدون الائمه. ما احناش مرجحين، ما بلغناش درجه الاجتهاد. فانا راجل مذهبي حنفي، فانا ملتزم بالمذهب. وانت مذهب فضيلتك ايه؟ تلتزم بالمذهب. وكل واحد يلتزم بمذهبه. اما مع احترامنا للاساتذه دول، دول ناس مش متخصصين. فده مذهبه مذهب من يفتيه. اشاعره. اشاعره؟ ده في الاعتقاد. لما في الفقه. انت مش اشاعره؟ ايه؟ لا اشاعره. ما انت ايه؟ ماشي على احسن ما يفتيني بصراحه. حسب ايه؟ لو سالت حد وقتها حاجه بمشي. لا يا استاذ، هنا في مسالتين. اللي الاستاذ بيقوله ده في العقيده. يعني هو اشعري وانا اشعري وكل دول اشعري. في الاعتقاد انت مش اشعري؟ انت وهابي؟ انت ايه؟ وهابي؟ ما شاء الله. ففي الاعتقاد احنا اشعري. ده مذهب اهل السنه والازهر. في الفقه بس خليك في الفقه بقى، اما واحد يدرس مذهب حنفي شافعي مالكي، او واحد زي حضرتك مش متخصص. فعفوا تعرض لك مساله في الصلاه، تروح تسال عالم، قد تساله على مذهبه الشافعي فيقول لك صحيح الصلاه. لكن تعرض لك مساله ثانيه في الطلاق، في البيع، في الاجاره، في الشركه، في الرهن، فتسال واحد ثاني مالكي، تسال اللي يقول لك عليه تعمله. بيسموا كده في الشريعة العامي، يعني ملوش مذهب، مذهبه مذهب من يفتيه. وصلت؟ إنما في العقيدة هو أشعري. ما دام أشعري يعرف الأشعري في العقيدة، يبقى إن شاء الله يعرف المذهب بعد كده ويدرس. كان في مصر جه في روسي واحد طيار صديقي. كان ده من 20 سنة. كان بيدرس علي علوم الشريعة والفقه الحنفي، الان بيدرس الفقه الحنفي هو. ويعني بقى امام من ائمه العلم. وتزوج واحده من عندكم مش عارف من قزاخستان ولا منين. من اللي مذهب حنفي. واضح يا استاذنا؟ خلاص يا سيدي؟ قال فكل ما قامت به المعصيه. كل ما قامت المعصية بعينه يحرم بينه. قال طب هنا مسألة بقى. أنا ما بعتش السلاح، إنما أنا بعت الحديد لمن يصنعه سلاحا. زي ما أنت تبيع للعيال الإرهابيين المواد المتفجرة وهو يصنعها. يجوز ولا لا يجوز؟ قال لي هذا يجوز. هذا ايه؟ يجوز بيع الحديد. هو يصنعه سلاح لمسألة أخرى. قصده ماشي؟ قصده هو. قصده هو. خلاص؟ فجمهور الحنفية قالوا الكراهة متعلقة بعين السلاح المعد للاستعمال، لأن المعصية تقع بعينه. أما ما لا يقاتل به إلا بصنعة الحديد تحوله لسلاح، فذاب البعض إلى أنه ما لا يكون سلاحا إلا بصنعة يكره تنزيها. لأن الحنفية عندهم الكراهة قسمان، كراهة تحريم وكراهة تنزيه. خلاص؟ كل اللي قلناه ده نحن دائرين مع فتوى قاضي خان رحمه الله. قال قاضي خان في فتواه إن بيع العصير ممن يتخذه خمرا إن قصد به التجارة فلا يحرم، وإن قصد به لأجل التخمير حرم. على رأي مين؟ قاضي خان. قاضي خان. إنما الإمام يقول يجوز صحيح، والصاحبين قالوا يصح مع الكراهة، لكن قاضي خان قال إنه يحرم إن قصد به التخمير. وكذا غرس الكرم، العنب تزرعه لأجل التخمير ولا تزرعه لأجل التجارة. خلاص؟ وكذا غرس الكرم على هذا. يعني على هذا؟ على النية.
على قياسة الشركة يعني القضية كلها معلش أن الأمور دائرة مع القصد. مش احنا في قاعدة الأمور بمقاصدها فالأمر دائر إيه؟ مع القصد. قال وكذا غرس الكرم على هذا انتهى. كلام قادحة. وعلى هذا عصير العنب بقصد الخلية أو الخمرية. شوف العبارة بتاعت العلماء دقيقة. يقول لك وعلى هذا عصير العنب بقصد الخلية أو الإيه؟ إن قصدت به خلا حل. إن قصدت به خمرا بس إيه على هذا؟ القياسا على ما سبق. قياسا وعلى هذا عصير العنب. يعني وعلى هذا القياس. أو قياسا على ما قاله قادخة. ماشي يا مولانا؟ طيب ننتقل لمسألة أخرى وننتقل في الدرس ده بمسائل متعلقة بحياتنا اليومية. قال والهجر فوق ثلاث دائر مع القصد. طبعا عندنا الحديث يا بتوع الحديث انه لا يحل الهجر فوق ثلاث. مش كده؟ انت هجرت اخوك المسلم فوق ثلاث. هذا الهجر يحرم ويحل تبعا للقصد. قال والهجر فوق ثلاث دائر مع القصد. فان قصد هجر المسلم حرام. قصد ايه؟ هجر المسلم اللي حرام. اخوك المسلم انت تهجره فوق ثلاث قال لي هذا ايه حرام. ليه؟ قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق ثلاث. ها؟ نعم. قال طيب انا هجرت المسلم لموجب شرعي. قعدت شهر الخصم لموجب شرعي يبقى حرام؟ قال لي لا. ما دام لموجب شرعي يبقى لا. زي ايه الموجب الشرعي؟ ما فيش حاجه بتقولوها خالص. نعم. ما تيجي هنا يا مولانا قاعد على العمود كده واعطيت نفسك مزيه دون غيرك. انا شفتك هذا الباب الزجر للهجر. يعني واحد مثلا يكون بيعمل معصيه يشرب خمره وما الى ذلك. بتدرس فين ولا انت في الامن؟ لا مش في الامن، احنا ده في الكشافه. الكشافه ايه؟ الاخوان دي ولا؟ لا لا، الكشافه تبع وزاره الشباب. اهلا وسهلا. زي واحد بيشرب خمره واحنا بنعمل معاه الزجر للهجر. تمام. لموجب شرعي. هو بيحبك ومرتبط بيك، فانت ما تيجي يا اخي. فانت لما تهجره لكي ينزجر عن شرب الخمر هذا يجوز. هذا ايه؟ يجوز. واحدة سألتني من شهر تقريبا سؤال قريب من هذا. زوجها سكير بين كل كم يوم البيت متطوح. فهي تريد أن تهجره في الفراش لينتهي عن الخمر. يجوز ولا لا يجوز؟ خد بالك ده هجر غير الهجر. عشان ما تقولش اه ما هو انت بتقول هجر. انت تهجر اخوك عادي. انما هي تهجره في الفراش. يجوز ولا لا يجوز؟ ها؟ بسالكم مش انتوا فقهاء؟ عندكم شريعه؟ هتصلح حاله انا لما تهجره في الفراش؟ نعم؟ هتصلح حاله؟ افرض انه هيتصلح حاله. شوف احنا نريد الفتوى دي قضية خطيرة. يعني انت من هناك واحد يقول اه يجوز ده يجوز ده كلام عادي. انما انت انما انت لازم تدرس المسألة من كل الجوانب. ما يمكن لما تهجره يروح يشرب خمر ويزن. قول لا خلاص مش سائل فيه.
وشهواته تتحكم فيه ويبحث عن اي حاجه بره. هذا احتمال. طيب في احتمال اخر انه يضربها ويدغدغها ويرتكب مفسده اكبر. وفي احتمال ان ينزجر. يبقى هل هنا المساله تخضع لقانون المفاسد والمصالح ولا هذا حقه وشرب الخمر معصيته عليه؟ هذا احتمال. احتمال اخر انه عندما يشرب الخمر يقصر في نفقه البيت، يبقى اصبحت معصيه الخمر مش قاصره عليه فقط، الفلوس اللي اداله المصروف ولا المحوشينه بيروح يشرب بيها. المقصد من هذا ان اقول انك لما تفتي لابد تشغل الدماغ في عدة احتمالات ثم تفتي. لكن تسألك يجوز لا ما يقصي دي فتوى المصاطب اللي مش دارسين بقى، فانتوا فكروا فيها كده وادرسوها من كافة الجوانب وتدربوا عليها وقولوا لي الدرس. واضح يا مولانا؟ قال طيب، فإن قصد هجر المسلم حرام وإلا لا، زي ما الأخ قال قصد للزجر لموجب شرعي، قال لي لا يحرم. والإحداد للمرأة على ميت غير زوجها فوق ثلاث دائر مع القصد. الإحداد هو يا مولانا إن المرأة لما يموت زوجها تترك الزينة. هنا في مسألة لغوية، معرفش لكم في اللغة ولا ملكوش. ليكم في اللغة؟ مالهمش في اللغة. أنت خريج إيه يا مولانا؟ شريعة. أنت من أهل العلم. إعلام؟ من أهل العلم. مولانا. مولانا. يقولون في المصباح وغيره حدت المرأة على زوجها تحد حدادا وأحدت إحدادا فهي محدة. يعني كانوا في اللغة عايزين يقولون إن الفعل ثلاثي ورباعي، حد وأحد. غير أن الأصمعي أنكر الرباعي، الأحدة دي مش موجودة في اللغة، انما في اللغه ايه؟ حدت الثلاثي. المهم ما هو الاحداد؟ ان المراه تترك الزينه والطيب. الشريعه الاسلاميه تقول بان الاحداد للمراه لا يكون الا على زوجها. طب لو مات ابوها؟ ها؟ ما فيش احداد. مات اخوها؟ على زوجها فقط. واحدة احتدت أو أحدت على غير زوجها فوق ثلاث. الشيخ يقول هذا دائر مع القصد. إيه أصدار من هذا؟ يقول والإحداد للمرأة على ميت غير زوجها فوق ثلاث دائر مع القصد. فإن قصدت ترك الزينة والطيب لأجل الميت حرم عليها. ده مش جزء. جارها مات فبتفتكر ده ثابت جامد. لبست الأسود وتركت الطيب والنظافة وإلى آخره عشان جارها اللي مات. فسألناه هذا الإحداد لك عشان اللي ميت؟ فالشيخ يقول حرام. ليه؟ كل مسألة الفقهاء استنبطوها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الفقه هذا ليس بلاوة فقه المزاج كما يدعى. قال لأن الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج. قلنا لها ليه هذا؟ قالت عشان جار الله حرام. ولو ثلاث أيام؟ نعم لو ثلاث ايام اه
حرام حرام مش جوزها الا على ايه الا على زوج مش كده لا اتكلم فوق ثلاث كلام الان الزوج فوق ثلاث انما هي احتدت على الجار فوق ثلاث ماشي يا سيدي الحرم لكن سالناه ان انت تركي الزينه والطفل ايه قالت والله زي انا في الدنيا كده مش نفس الحاجه مش عشان الميت اكلها قلب الاحداد دائر مع القصد يبقى القاعده الامور ايه الامور بمقاصدها والا فلا وكذا قوله ان المصلي اذا قرا ايه من القران جوابا لكلام بطلت صلاته بطلت ايه صلاته واحد بيصلي كان بيضربه بنكته زمان واحد بيصلي خلاص وبعدين هو بيصلي لقى فار ولا لقى مش عارف حي فواحد واقف كده قال له خذها ولا تخف هو بيصلي بيقرا القران بس هو مش قاصد القران هو قاصد ايه؟ قاصد انه ياخد الحيه دي ولا الفار ده ولا قال له خذها ولا تخف خلاص وفي هذه الحاله الشيخ هنا يقول بطلت صلاته لكن المذهب الحنفي عندهم خلاف في خلاف مع ابي يوسف ابو يوسف يقول لا تبطل صلاته لأن الصلاة عبارة عن ذكر وثناء وقرآن هو قرأ قرآن إنه إذا قرأ جوابا لكلام أو اعتراضا أو إلى آخره قال لك إنه ثناء قال بطلت صلاته وكذا إذا أخبر المصلي بما يسره واحد بيصلي في واحد بيقول يا حاج محمد ابنك نجح الحمد لله قال ايه؟ الحمد لله. قال الحمد لله. هو قال الحمد لله شكرا على نجاح الولد وهو في الصلاة. فالشيخ هنا في قال بطلت صلاته. انما يوسف يقول لها. مش كده يا مولانا؟ قال قاصدا الشكر بطلت صلاته. او بما يسوءه. هو بيصلي فواحد قال له حاج محمد انا لله وانا اليه راجعون ابو كمال. فابصر لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون البطلت صلاته برضو خلاف اليمين لأبي يوسف أو أخبر بموت إنسان فقال إنا لله وإنا إليه راجعون قاصدا له بطلت صلاته كل هذه المسائل خلافا لأبي يوسف أبو يوسف لا تبطل لأن الصلاة تشتمل على ثناء ودعاء وهو لما قال إن لله وإنا إليه راجعون هذا قرآن وهذا فلا ماشي وكذا إذا قرأ وكأسا دهاقا عند رؤية كأس وله نظائر كثيرة في ألفاظ التكفير كلها ترجع إلى قصد الاستخفاف به يعني هو عندما رأى كأسا دخل كده قصر من القصور ولا فندق ولا بتاع فلا كأس كده فقال وكأسا دهاقا كاسا دهاقا ده في جنة أو هو نظر هذا اللفظ على آية القرآن واحد اسمه موسى وجاي متأخر فقال له وجئت على قدر يا موسى قال إن قصد الاستخفاف يكفر استهزاء لأن قصد الاستهزاء بالقرآن أو بالشريعة ينقلك من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر واضح؟ يقول وقال قاضي خان نقف عند بتاع قاضي خان دي كم وقت اخذنا يا مولانا؟ اكثر من ساعه ولا لا تعب؟ ساعه ساعه وزدت الحمد وصلى الله على